هي واحد الورشه جد مهمه اللي غادي تناقش المبادره نتاع الواحات المستدامه واللي طلقاتها بلادنا في 2020 في 2016 في اطار نتاع الكوب 16. واليوم هذه الورشه يعني غادي تكون واحد المحطه مهمه لتحضير اللقاء الوزاري اللي غادي يكون في على هامش الملتقى ديال معرض ديال التمور، واللي غادي يكون فيه يعني النقاش حول المبادره للتقديم ديالها في اطار نتاع المؤتمر المناخي الكوب 28 اللي غيكون في الامارات المتحده يعني الشقيقه. والهدف هو ايجاد واحد الارضيه يعني علميه وكذلك واحد الاطار للحكمه المبادره باش يكون فيها يعني جلب الدعم التقني والعلمي والدعم المالي كذلك لبرامج والمشاريع تنميه هذه الواحات بصفه عامه للاستدامه ديالها وللمحافظه على يعني التوازن ديالها في اطار نتاع التاقلم ديالها مع التغيرات المناخيه اللي كتشهدها واللي يعني الانسان والتنميه الانسانيه ديال الانسان كتشكل المحور الاول. اليوم الحقيقه يوم علمي بامتياز لاننا بصدد الورشه علميه تجمع خيره من الخبراء عبر العالم الذين يهتمون بالإشكاليات التدبير والمحافظة على الواحات. طبعا اليونسكو كمنظمة أممية لها عدة أوجه اللي مرتبطة بالواحات فيما يتعلق بمسألة الماء، ونعلم جيدا أن الواحات أنشئت من طرف الإنسان حول نقاط مائية، فاليونسكو لها يعني دور كبير في المحافظة وتدبير الموارد المائية بشكل مستدام. كذلك لنا دور في المجال الثقافي، في المجال التكوين وتعزيز الكفاءات والقدرات بالنسبة للمتدخلين فيما يخص المحافظة على البيئة وعلى التنوع البيئي وعلى الموارد الطبيعية بصفة عامة. الواحات كذلك بعض الواحات هي تندرج ضمن شبكة اليونسكو للمحميات البيئية، وكذلك بالنسبة للتراث الطبيعي لليونسكو. فنحن اليوم بصدد كذلك جمع ثلة من الخبراء لمساندة المبادرة التي سوف تنطلق إن شاء الله في الكوب 28 من طرف المغرب، وهي مبادرة الواحات المستدامة، ونحن مع المملكة المغربية كمنظمة اليونسكو لمساندة هذه البادرة وتجميع كل الكفاءات العلمية خاص في سواء داخل اليونسكو او من طرف شركاء اليونسكو لمساندة هذه البادرة.